هذا السيستم مش نقصوا على شخصوا كابلاش كابل ارجي واحد في الراجل الفيديو في النصو في كل شيء عام عامين كابل فيديو وده جاي صوتا كل شو هنا. As many of you know, Western Sahara has been under occupation since 1990. We finally have arrived in Algeria and be here with all of us. It's been a very long journey. إننا سعداء للغاية بكوننا قد اقتربنا من خط النهاية وبمرورنا من هذا البلد، هذا البلد الرائع، واقتراب وصولنا من خط النهاية وهو سيكون في مخيمات اللاجئين في تندوف. أخيرا ها نحن وصلنا إلى الجزائر، تحدثنا كثيرا والتقينا بالكثير من الناس ونشعر بالسعادة البالغة، تسعدنا حفاوة الاستقبال التي وجدناها هنا. سنظل هنا في الجزائر حتى شهر يناير وسننطلق في رحلة من الجزائر العاصمة إلى تندوف، وعندما نصل إلى تندوف في الخامس من شهر جونفي يناير ندعو إلى عقد مؤتمر عالمي ندعو فيه كل من التقينا به في خلال هذه الفترة. قمنا بتسجيل أناس من مختلف الدول من 30 دولة ودعوناهم إلى الحضور إلى المخيمات في تندوف، وندعوكم أيضا أنتم كذلك للانضمام لنا في المؤتمر الذي سيعقد ما بين الخامس والسابع من شهر جونفي القادم، حيث سنتكلم عن احتلال الصحراء الغربية. سيكون من الجيد الاستماع مباشرة للشعب الصحراوي، ومن الجيد أنه سيكون هنالك حضور من ممثل من نيلسون مانديلا حيث سيتكلم عن كيف حدث التحرر في جنوب أفريقيا. أفضل من يتحدث عن القضية الصحراوية هم الصحراويون نفسهم، قد تم تكتيم أفواههم لفترة طويلة وحان الوقت لكي يتحدثوا. The Sahrawi people I met, they had been tortured. الشعب الصحراوي يتعرض للتعذيب، يمنع من التحدث بلغته، يمنع من رفع علمه، يمنع من جميع الحقوق التي يستحقها. والرسالة التي أرادوني أن أنقلها إليكم هو أننا ما زلنا موجودين وأننا أحرار ونريد أن نتحرر. Their liberation and their freedom, just like any other people in the world. After finishing the بعد أن انتهيت من رحلتي من أجل فلسطين ذهبت إلى الصحراء. طبعا كما تعرفون كنت قد زرت فلسطين من قبل وكان علي المرور بالكثير من نقاط التفتيش الإسرائيلية، لكنني عندما ذهبت إلى الصحراء الغربية اتضح لي بأن علي أن أمر بنقاط تفتيش أيضا، لكن نقاط تفتيش مغربية.